ربما تقودك صدفة لا تبالي بها إلى بناء أحداث وذكريات جميلة لا تنسى أبدا. فمنذ صغرنا ونحن نسمع مقولة مشهورة تقول: ومن الحب ما قتل. لكن من الجديد علينا سماع مقولة: ومن الحب ما بنى. مباني معمارية خلدت قصصا على مر التاريخ، منها مثلا قصة تاج محل. 20,000 عامل جسدوا قصة حب في إحدى عجائب الدنيا وهو تاج محل. 20,000 عامل جسدوا قصة حب في إحدى عجائب الدنيا وهو تاج محل. فهو من أحد روائع الفن المعماري الإسلامي إلى وقتنا الحالي. حسنا، دعوني آخذكم لعالم خيالي آخر، وهو تحفة فنية يقشعر لها الخيال، ألا وهي حدائق بابل المعلقة. بنيت حدائق بابل المعلقة في مدينة بابل بمدينة العراق بأمر من الملك البابلي. أخضعه قلبه لامرأة لحظة أن رآها أول مرة فتزوجها، ومن أجلها فعل ما كان يظنه البعض مستحيلا. قرر الزوج الواقع في الغرام بناء واحدة من عجائب الدنيا السبع، فبنى الحدائق لها لتذكرها بوطنها، حيث رفع الأسوار 9 أمتار وفوقها الأعمدة الرخامية التي يصل ارتفاعها لأكثر من 20 مترا. حسنا، الآن يمكنني أن أناديك أيها القارئ بعزيزي، لأنك عشت معي خلال هذه الكلمات رحلتي الخيالية المشوقة. ولكن لن نقف هنا، سنتعرف على أحداث وتجارب أكثر تشويقا عندما تكون الرواية بين يديك. وللهندسة ذاكرة، فانتظرونا.